صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 73 لسنة 2022 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تعين السيدة سحر راشد عبد الرحمن المناعي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية. المادة الثانية يعين في وزارة التنمية الاجتماعية كل من السيدة إناس محمد الماجد وكيلا مساعدا لتنمية المجتمع، السيدة زينب سلمان اللويناتي وكيلا مساعدا للرعاية والتأهيل الاجتماعي.